أكد المخرج عادل أعصر أنه انتهى من تصوير ما يقرب من 40% من أحداث مسلسل جديد فوبيا للفنان خالد الصاوي، ما بين التصوير بفيلات في أكتوبر وإحدى المناطق الصحراوية وشقق في المعادي وبعض فنادق القاهرة، مشيرا إلى أنه بيسعى للانتهاء تماما من تصوير قبل حلول شهر رمضان. وبيشارك في بطولة مسلسل فوبيا أيتن عامر، وليد فواز، مريهان حسين، أحمد فؤاد سليم، ولطفي لبيب، وشيرين، ومي القاضي، وعمرو مهدي، وشريف إدريس.